Giuliano, ci hai fatto un boschetto? Furbascia per te teri, tu arachi hai un no? Ma certo, è di grande giù. Vuoi pensare che me ne domani giù, me li spatto gli anni, me li fatti hai per non fatta che c'è di mano, fosse battuta. E li dai che ti mani, per chi t'ha quel terzo. Hai tu marciata! Tra allora bruh شكل فاضي هاي وبتطلع بالحرب بين البيرو والاكوادورا وبروح قتل هونيك بخليكم كل عمكم تتدوروا على جدتي اخو هاي وقول لي يابا كل هاد حاصل عليها وين مش حاصل على حدا قال يا بي بس انا عايز نص قيمة حرية بتسوى 700 كيلو هبرة حرة بدون عروقة مش مثل هالجلابيط اللي ببيعنا اياها ابن بعجول ودخلك يابا انت من وين لوين مهتم بالبيرو والاكوادور على علمي مش كثير يعني مش كثير ولا قليل يا بيي فاني بعرف مش لا بيرو ولا اكوادور بس بدري كيف قريتك شفت الجريده مخبره وظلت على القيمه براسي من وقتها وين بيصيروا هدول بيي؟ امريكا الجنوبيه امريكا الجنوبيه وامريكا الجنوبيه هذه وين بتصير بيي؟ تحت امريكا الشماليه اها ودخلك هالبلاد يا بيي ابعاد عن قرايبينا بفنزويلا ما يحقهمش اذى يعني ابعاد شوي بعدين الحرب صار لها خلص اكثر من 10 سنين اه عادي كثير منيح كثير منيح يعني راح اشفيها مقاتير من عندنا اسكت شو بدك منها يا شغلي وخلصت شو بقى علقت عليها؟ واخ شو بقى انت يا زلمه 600 اشاره تعايش متعلق على شوابك مع اني يا خيي عم بفتح معك كثير مشان تسيك الجوع بديش عصافير بطنك تسقسي بدك تسيك الجوع خيي قوم اطبخ لي مش تحكي لي قصص قال بيرو اكوادور